بالنسبه لريزو اكسيستان اللي كاع الامطار الموسم القريب يشتغل على مستوى داخل البلد ومستوى المارشي. ما يقبل ابدا انه عمل عامل ما لا يقع به ولا يقوم به. صحيح صحيح. مجال الصرف الصحي وهنا لازم نعرج على المهتم ولا يتخيل حد من اهتمام التخرج من مجال الصرف الصحي. كما لاحظتم قمنا اليوم بزيارة لبعض المؤسسات من القطاع، بدأنا مؤسسة حفر الآبار الأنبوبية، وبعدها زرنا مديرية جودة المياه، وبعد ذلك كما لاحظتم زرنا المركز الوطني للمصادر المائية، وختمنا الزيارة بالمكتب الوطني للصرف الصحي متواجدين هنا فيه. وهذه الزيارات جاءت امتدادا للزيارات نظمناها في آخر الأسبوع المنصرم، بدأناها بالشركة الوطنية للماء والمركز الوطني لخدمات الماء الوسط الريفي، وكما قمنا أمس بزيارة المديريات المركزية إدارة المياه، وإدارة المياه السطحية والسدود، وإدارة البرمجة، وإدارة المراقبة والمتابعة، وإدارة مديرية الصرف الصحي المركزية وغيرهما من المصالح المائية قمنا بزيارتها أمس. إذن هذه الزيارات ممكن أن نقول من خلال العروض التي قدمها القائمون على هذه الزيارات أصبحت هناك صورة كافية عن القطاع، سيسمح لنا إن شاء الله في الأيام القادمة بالعمل على تذليل هذه الصعوبات والمعوقات التي يتعرض لها القائمون على هذه المؤسسات من أجل النزيد من الفعالية في مجال الأهداف المرسومة والتعمل عليها هذه المؤسسات، وهذا كله بطبيعة الحال انسجاما مع التوجيهات السياسية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني، والتي تركز أساسا على تقريب الإدارة من المواطنين، وخاصة إذا كنا نتحدث عن قطاع المياه والصرف الصحي له علاقة مباشرة بالمواطنين. وسنعمل إن شاء الله مستقبلا على العمل على تلبية حاجيات المواطنين من الماء الشروب ومن الصرف الصحي، وتلبية الحاجيات في مجال الزراعة إن شاء الله، تلبية الحاجيات في مجال المواشي وغيرها من الحاجات المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي. إن شاء الله سنعمل، عندنا مشاريع كبيرة في هذا القطاع في هذا الإطار، كما أنني زرت بعض المشاريع اللي عندها أيضا استمعنا للقائمين عليها في مجال المياه. إذا هذه الزيارات مكنتنا إن شاء الله من الآن فصاعدا أن نعمل كما قلت على تذليل كل الصعوبات من أجل بلوغ أهداف القطاع. وهنا أريد أن أعرج وأقول بأن شعار المرحلة هو الصرامة في العمل، إتقان العمل، والشفافية في التسيير. والسلام عليكم ورحمة الله.